You'll never plow a field by turning it over in your mind. لا يمكنك حرث الأرض بتقليبها في دماغك. اشحن أفكارك واطلقها الآن. لا تنتظر الغد وابتعد عن ذلك الجزء في دماغك الذي دائما يخوفك من الفشل، إنه تنطرد من شغلك أو تعاقب على تصرفاتك، وإنه راح يستهزئون بك إذا ما رفعت إيدك وتكلمت. دائما هذا الجزء راح يمنعك من نشر إبداعاتك، مواهبك، خواطرك. راح يستخدم هذا الجزء أساليب مختلفة مثل التأجيل، التوتر، التدقيق بالتفاصيل والأعذار والشكوى. ممكن تتغلب على ذلك الجزء من الدماغ وأساليبه أنه تعمل على أفكارك وترسلها بدون تأخير. وعلم نفسك بأن الفشل هو فرصة لك للتعلم. بهاي الطريقة ممكن تخلي أفكارك ترى النور ويتعرف عليها غيرك، وتكون لك فرصة مشروع جديد. وخلي بالك أنه أنت مميز بشيء، طور هذا الشيء وأبدع به، واعمل بدون تأجيل. وسع خطواتك ولا تنتظر أحد يقول لك أنت بشنو مبدع. أنت الوحيد اللي تعرف ذلك. ما راح نعرف إحنا إذا بقى بداخل عقلك كفكرة وما شحنته وما أرسلته إنه.